تظلل ودايرة مظللة. ودايرة مظللة. خلاص؟ ده أربع علامات على كل كنز من دول. مطلوب من حضرتك إنك أنت بدلالة الأرض بتخش على الكيرف بتاعك، تنزل رأس تجيب الأم. الأرض تخش أفقي وتنزل رأس تجيب الإيه؟ تجيب الأوميجا بتاعك. أهم حاجة وأنت بتحسب الأوميجا إنك أنت تتأكد إن الأر بتاعتك دي أقل من الأر ماكس. الأر ماكسيمم دي يا إما بتجيبها من الجدول اللي في الكود، تمام؟ اللي هي بدلالة السي ماكسيمم على الدي والإف إل، يا إما علامة من العلامات الأربعة دول هي الأر ماكسيمم. العلامة الدايرة دي للإف إل 400، والمثلث المظلل للإف إل 360، والمستطيل المظلل 280، والمستطيل المفرغ 240. المستطيل المفرغ 240، تمام؟ أهم حاجة إنك أنت مثلا الإف إل بتاعتك ب 400، تتأكد إن نقطة تقاطع الكيرف قبل الإيه؟ قبل العلامة بتاعتك. يعني بص، أنت لو واخد الألفا بوينت 3، معلش في حاجة، هي الكلام ده معكوس. يعني الدايرة في الأول، المثلث بعدها، المستطيل المظلل، المستطيل المفرغ، معكوس. خلاص؟ تمام؟ فأنت عندك الدايرة عند الإف إل ب 360. بص معايا كده، لو انت فرضت الالفا دي بوينت 3 ودخلت بالقيمه بتاعته فقطعت عند النقطه دي، انت عندك الاف يلد بتاعتك ب 400، والدايره المظلله هي علامه الار ماكسيمم للاف يلد 400. شايف انت لو الاف يلد ب 400 قطعت الكيرف بتاع بوينت 3 قبل الدايره المظلله ولا بعدها؟ بعدها. تمام؟ فده معناه ان الار تعدد الار ماكسيم. ايه معنى الار تعدد الار ماكسيم؟ ايه معنى ان السي على الدي اكبر من السي ماكسيم على الدي؟ ايه معناه؟ هل ده معناه انقطاع انصيف؟ لا، هو القطاع مش انصيف وتقدر تكمل عليه وتصمم عليه، بس تحمل المسؤوليه ان القطاع ده هيبقى مليار مفاعل. يعني انت تقدر تصمم ان السي على الدي تبقى اكبر من السي ماكسيم على الدي، بس الانهيار بتاع القطاع ده هيكون انهيار مفاجئ، ما يكونش فيه اي شروط، وده طبعا حاجه بنحاول نبعد تماما عنها في الخرسانه. تمام؟ فانت بتحافظ دايما ان السي على الدي اقل من السي ماكسيمم على الدي، اللي هي الار تبقى اقل من الار ماكسيمم، هي 2-1. فيبقى انت عندك لما تفرض الالفا لازم تتاكد انها اقل من الار ماكسيمم. فعشان كده البوينت 3 ما تنفعش، اخش على البوينت 4 اجيب من قصادها الاوميجا، هتلاقي الاوميجا بوينت 18. لو جبت الاوميجا هتلاقي الاوميجا بوينت 15 الى بوينت 18. نعم. ايه؟ لو انت فارض الكلام ده بتاع السنه اللي فاتت، خلاص. بص معايا، طب يا ريت المره الجايه الناس تجيب معاها الكيرفات والجداول اللي انا منزلها لسنه ثانيه الترم الاول. في كيرفات وجداول انا منزلها لسنه ثانيه الترم الاول، هاتوها كلها معايا. تمام؟ خلاص. انت عندك على الكيرف ده، الكيرف بتاعك بدلاله الالفا، والالفا هي ايه؟ انت عندك حديد في منطقه التنشن وحديد في منطقه الكومبريشن. الالفا هي نسبه حديد الكومبريشن الى حديد التنشن. وليه حط حدود للالفا من صفر الى بوينت 6؟ لما تبقى الالفا بصفر يعني حديد الكومبريشن بكام؟ بصفر، ده اللي هو القطاع الايه؟ السنجل فورس. الالفا ابتداء من بوينت 1 فيما اعلى، فالقطاع بتاعك بقى فيه كومبريشن فورس. حد يقول لي ليه في القطاعات اللي المومنت بتاعها كبير ما زودش الحديد الكومبريشن؟ لان الحديد لما بيحصل في كومبريشن الحديد بينهار انهيار مفاجئ. يبقى انا عايز ايه الالفا؟ انا حددتها لك لحد بوينت 6، ما خليتش الالفا بوينت 1-1. هيقول لي كده يبقى كده افضل رقم للالفا ان هو بوينت 1. لا، ما انت لما تساوي الحديد ده بده فانت سويت الكومبريشن بالتنشن،
فبتحاول تقلل من كفاءه الحديد التنشن. والحديد لما بيبقى عليه كومبريشن بيبقى الانهيار في القطاع بتاعك انهيار مفاعل. فانا بحاول اقلل حديد الكومبريشن، يعني اقلل الالفا وازود الباقي في ايه؟ في التنشن عشان الانهيار ما يبقاش مفاعل. فده سبب ان الالفا من بوينت 1 لبوينت 6 بس يعني. ده اول سبب. السبب الثاني لو انا عايز اجيب اصلا قطاع ضلمه هجيب الار اللي هو من القانون ده اللي هو بنفس قانون السنجل بس ما عدا عدم وجود الايه؟ الاف اس يو. تمام؟ الار بتساوي بوينت 1 3 5. عندي كيرفين، الكيرف الاولاني دي داش على الدي بوينت 05 والكيرف الثاني دي داش على الدي بوينت 1. اشتغل على الكيرف اللي دي داش على الدي بوينت 1 واقولها لك في الاخر ليه الكيرف ده بالذات لما اجي ارسم تفاصيل التسليم. تمام؟ هتحفظ انت الار هو المحور الراسي. تخيل ان القيمه بتاعتك تحت هنا جبت ار وطلعت ببوينت 1 بس او ببوينت 05. تمام؟ فهتبدا تخش افقي. عندك ست كيرفات هتقطع انهي كيرف؟ بناء على الالفا اللي انت فرضها. فمثلا واحد فرض الالفا ببوينت 1. علشان موضوع الانهيار المفاجئ وعدم الانهيار المفاجئ. انا عشان الانهيار المفاجئ كان بيدي لك في السنجل ان السي على الدي لازم تكون اقل من ايه؟ الكلام ده اظن كان لازم يدهول. السي على الدي لازم تكون اقل من السي ماكسيموم على الدي وسببها ان الانهيار يبقى مفاجئ. عشان تعرف الكلام ده بص معايا كده، هي السي اللي هي كانت ايه؟ مكان النيوترال اكسس. الحد الفاصل ما بين الخرسانه وما بين الحد الفاصل ما بين الكومبريشن لو النوت بتاعك كده، فالسي هو ارتفاع النيوترال اكسس، الحد الفاصل ما بين الكومبريشن ستريس والتنشن ستريس. ليه موضوع ان السي لازم تبقى اقل من سي مقصر؟ ايه المشكله؟ مش هي اللي بتقطع كل الكومبريشن. انت عندك الخرسانه بتاعتك، الخرسانه لوحدها بالظبط في الماتيريال هي خرسانه. الخرسانه لوحدها ماده قاصفه ولا نص قاصفه ولا طيب؟ قصفة. مادة قصفة، انهيار فيها بيبقى انهيار مفاجئ. والحديد لوحده هو مادة قطرية. لو جمعت الاثنين مع بعض اتكونت المادة اللي هي اسمها الايه؟ النص قصفة. طب بص معايا كده، لو انت سبت السي دي حرة انها تزيد قوي. يعني السي نزلت لتحت. بقى القطاع كله عليه كومبريشن والحديد اللي تحت عليه تنشن، يعني لو النيوترال اكسس جه عند الحديد بالظبط، هل القطاع بقى عليه تنشن؟ بس معايا. لو النيوترال اكسس بالظبط كده، النيوترال اكسس ده النقطة الفاصلة ما بين الكومبريشن والتنشن. لو الاكس ده النيوترال اكسس موجود عند الحديد، هل القطاع بتاعك الحديد ده شايل تنشن؟ ده الحديد معلوش ستريس تماما، لأن النيوترال اكسس معناه إن الاستريس بيساوي صفر. يبقى عند النقطة دي الاستريس بيساوي صفر، ودي السي. يبقى القطاع كله شايل إيه؟ كومبريشن. هل الحديد ليه لازمة؟ يبقى الحديد زي عم مش موجود. يبقى اذا انه شغال فقط لا غير الايه؟ الخرسانه. طب الخرسانه لوحدها الانهيار فيها يبقى مفاجئ ولا غير مفاجئ؟ الانهيار فيها مفاجئ. يبقى عشان كده انا عايز السي تقل. فجينا حسبت علشان يبقى في تعادل التنشن زي الكومبريشن، لقوا ان في قيمه اسمها السي ماكسيمم هنا. القطاع نصه اقرب للنص كومبريشن واقرب من نص تنشن، يبقى هنا القطاع بتاعك نص كومبريشن ونص تنشن، الحديد شايل النص والخرسانه شايله النص. تمام؟ الحديد لما يشيل النص هو اضعف من الخرسانه. الحديد في التنشن هو اضعف من الخرسانه، يقدر ينهار الاول. فانت لو مقلل السي دي عن السي ماكسيمم يبقى انت كده الخرسانه شايله جزء قليل قوي. لو السي بتاعتك اقل من السي ماكسيمم مثلا السي 30% والحديد شايل 70% يبقى اللي شايل اكتر انه الحديد. يبقى اللي متوقع ينهار الاول ايه؟ الحديد. والحديد ماده لطاير ولا بريتل؟ يبقى الانهيار هنا انهيار ده ايه؟ غير مفاجئ. يبقى انا بحاول اقلل السي، السي ماكسيموم دي تقريبا بوينت 4 يعني 50% لو اهملت الضغط. تمام؟ لو انت خليت السي على الدي اقل من السي ماكسيموم على الدي، يعني السي اقل من السي ماكسيموم، يعني خليتها 30% و70%. يبقى الحديد هنا الاستريس التنشن اكتر، يبقى الحديد شايل اكتر. والحديد لوحده ماده بريتل ولا ماده ضغطيه؟ ماده ضغطيه. يبقى الانهيار هنا هيكون انهيار ضغطيه.
تمام؟ هي دي فكره السعه لك دي، خلاص؟ يبقى انا وعلشان احقق ان السعه لك دي اقل من السي ماكسيمم على دي، احقق ان الار اقل من الار ماكسيمم. طب الار ماكسيمم اللي هي ايه؟ اللي هي النقط دي. دي للاف يلد 400، والمثلث ده اللي هو للاف يلد كام؟ 360. والدايره المستطيل المظلل للاف يلد 280 و240. يعني انت لو دخلت عند النقطه دي وجبتها هتجيب الار ماكسيمم. المفروض ان الار للاف يلد مع الالفا بوينت 1 ما تزيدش عن الرقم ده عشان تحقق عدم انهيار المفاجاه. طيب لقيت ان الار انت لما دخلت بالقيمه دي لقيت انك انت قاطع اكبر من النقطه اللي انت محددها. يبقى ده معناه ان القطاع بتاعك الانهيار فيه مفاجئ. طب عشان تخلي طب ما تزود الار في البوينت 2 مثلا. شايف النقطه دي؟ الار ماكسيمم للبوينت 2 هنا، يبقى الار بتاعتي اقل من الار ماكسيمم ولا اكبر من الار ماكسيمم؟ اقل. يبقى انت حققت اللي هي السي على دي اقل من السي ماكسيمم. هي دي فكره الايه؟ الانهيار الار ماكسيمم. فعشان تجيبها لازم تخش تفرض الفا وتقطع الكيرف بتاع الالفا بتاعك، تتاكد ان هو اقل من العلامه بتاعتك. والاف يل 400 العلامه بتاعتها اللي هي الدايره المظلله، تتاكد انك انت تحتها، يبقى انت كده بتحقق ان السي على دي اقل من السي ماكسيمم على دي. هتجيب الاوميجا هتلاقيها بوينت 18، هتجيب الاريا ستيل اللي هي بتساوي بوينت 18. الاريا ستيل بتساوي بوينت 18 في الاف سي يو 300 على الاف يل ب 4000 في البي في الدي، البي ب 40 سم في الدي بالمتر 10 متر 3 103 سم. خد بالك انك انت اهملت النورمال فورس من القطاع بتاعك ناقص، لازم تاخدها في قانون الاريا ستيل، لازم تاخدها في قانون الاريا ستيل ناقص البي التيميت اللي هي 24.93 في 1000 على الاف يلد ب 4000 على 1.15. حتى يقول لي وانت اهملتها ليه يا باشمهندس من الاول واخدتها في النهايه؟ هو انت بتبقى عايز القطاع بتاعك كله، بص معايا كده، هو انت عندك القطاع ده عليه مومنت زائد نورمال فورس، فالقطاع من معادله النورمال ستريس اللي هي ان على الاريا زائد ام اكس على اي اكس في الواي. مش دي المعادله لو هترسم نورمال ستريس؟ لو حبيت ترسم كل واحد لوحديه النورمال فورس لوحدها مش تعمل لك كومبريشن؟ طيب المومنت مش بيعمل تنشن تحت كومبريشن فوق؟ انت اهملته في الديزاين لان القيمه دي بالنسبه للكمبريشن اللي عامله المومنت صغيره، مش هتاثر في قيمه الار قوي، فاهملتها معاك. بس بص معايا كده، انت لما تجمع الاثنين دول مع بعض الكمبريشن زائد الكمبريشن بيزيد. طب كمبريشن زائد تنشن يقل. يعني انت لو اهملت ده من القانون حطيت حاجات 300، هل الكلام ده مطابق للي حصل في الاستريس؟ الكمبريشن دي عملت ايه في التنشن؟ قللت. يبقى بالتالي لازم تقلل الايه؟ تقلل الحديد بتاعه. يبقى بالتالي لازم تقلل الحديد بتاعه عشان تجيب القطاع الاوتونوم بتاعه. لما تجمع الكمبريشن زائد التنشن فهو القيمه النهائيه بتاعتك قلت. يبقى حديد التنشن بتاعك لازم يقل. يبقى انت لازم تطرح قيمه النورمال فورس من القانون بتاع الحديد. تمام بكام؟ تطلع دي 48 4 و 10. طيب الاريا ستيل بتساوي ايه؟ الاريا ستيل داش 4. الاريا ستيل داش بتساوي ايه؟ ستيل داش بتساوي ايه؟ 4. الفا في الايه؟ الاريا ستيل. غلط. ليه؟ بص معايا كده، انت لو قلت الفا في الاريا ستيل، لو قلت الفا في الاريا ستيل فانت عملت ايه في الاريا ستيل داش؟ مش نقصتها نتيجه ان النورمال فورس بتنقصها؟ طب هي الكومبريشن هنا النورمال فورس بتعمل فيه ايه؟ بتزوده ولا بتنقصه؟ يعني بتزود الكومبريشن اللي جاي من المومنت. الحديد ده جزئين، إيه؟ ده جزء جاي من المومنت وده جزء جاي من النورمال فورس. انا طرحت نتيجه انك لما تجمع بيقلل تحت، طب فوق لما اجمع يزود ولا يقلل؟ فهنا الاريا ستيل داش بتساوي الفا في الاوميجا
في الاف سي يو على الاف يلد في البي في الدي فقط لا غير. بتعتمد ان النورمال فورس الخرسانه لوحدها تشيل، يبقى الاستريس الكومبريشن اللي جاي نتيجه النورمال فورس الخرسانه لوحدها هتشيل. الاستريس الكومبريشن اللي جاي من المومنت هحط له حديد يشيل. طيب الترم بتاع المومنت في قانون الاريا ستيل انه الترم ده فضربت الالفا فيه بس، تمام؟ بكام؟ 22 24% 22 24% حول ده لعدد اسياخ، حول ده لعدد اسياخ، ودايما هنا في الفريمات اشتغل على قطر 22 18 22 25، ما تشتغلش على قطر 12 والكلام ده. لو قسمت ده على قطر ال 25 48 و4 من 10 على 4 9 من 10 يعني تقريبا 10. اريا الحديد ال 25 4 9 من 10 اقسم 48 على 4 و9 هتطلع 9 و8 من 10 اللي هي 10 في 25، وده هتحوله لعدد اسياخ لو فاض 22 3 و8 من 10 22 و4 من 10 على 3 و8 من 10 7 وشويه او 6 وشويه 7 في 22 خلاص، يبقى الحديد بتاعك 7 في 22. نصيحه مني وانت بترسم كده ارسم سيكشن صغير قوي وقول الحديد تحت ولا فوق، الاريا سكيل تحت ولا فوق؟ هنا فوق. هنا المومنت فين؟ فوق. يبقى الاريا ستيل داش تحت. الاريا ستيل هتفرق معاك قوي وانت بترسم تفاصيل. تعالوا نشوف سيكشن رقم اثنين وركزوا كويس قوي في سيكشن رقم الانهيار بتاعها هيكون فيه انهيار مفاجئ. هعمل ايه علشان اعدل الكلام ده؟ فالكلام ده هي اسئله الايه؟ اسئله الشغل بعد كده. ليه؟ لان اي حد هتلاقيه بيعرف يصمم القطاع ده، او حتى لو ما بيعرفش اديله المومنت النورمال في شيت اكسل معمول قبل كده يطلع لي الحل. بس انت لو مش فاهم تحصل مشاكل بعد كده. فخلوا بالكم من الحاجات الصغيره اللي بتتقال في النص، هي دي اساس الشغل والاساس ما بين واحد فاهم وواحد ايه؟ بيشتغل. طيب تعالوا كده نشوف السكشن رقم اثنين. سكشن رقم اثنين، سكشن رقم اثنين هو قطاع في العمود. السكشن بتاعك شكله كده، ده محور اكس وده محور واي. وخد بالك قلنا المومنت اللي عليه كام؟ 173، والبي اب اللي عليه كام؟ ب 54.78 كومبريشن. طيب المومنت ده حوالين اكس ولا واي؟ بص معايا انت القطاع ده عشان ترسمه قطعت كده ولفيت 90 درجه ورسمت، صح؟ طيب لو انت حاطط صباعك ده مع محور واي وايدك مع محور اكس ولفيت 90 درجه، فمحور اكس هو الافقي بالنسبه للعمود، ومحور واي هو العمود على السبوره، ومحور زد هو الراس. خد بالك من دي، في فرق ما بين المحاور على القمر وفي فرق ما بين المحاور على الايه؟ على العمود. فمحور واي هو العمودي على الايه؟ على السبوره. الاحمال تعمل مومنت حوالين زد؟ هي موازيه لزد. طب وده بلاد؟ هل امتدادها متقاطع مع اكس ولا لا؟ امتدادها متقاطع مع اكس. تمام، يبقى هي بتعمل مومنت حوالين محور ايه؟ واي. يبقى المومنت هنا ام واي بالنسبه للعمود. خلاص؟ البعد ده بوينت 4 في متر 10. عايز اصمم العمود.
هل هو ده المومنت النهائي على العمود؟ ده المومنت النهائي على العمود؟ نرجع للاستريستي. اللون طلب والشرط طلب البطل. في مومنت هاجم من البطل اللي هيجمع على المومنت اللي عنده. فاكرين اللون طلب اللي اتاخد السنه اللي فاتت؟ ولا مش فاكرين حاجه؟ احنا قلنا المره اللي فاتت ان العمود بتاعي مربوط بكاميرا فوق اللي هي عمقها 50 سنتي ومربوط بكاميرا الرول بيم اللي في النص عمقها 50 سنتي، وقلنا ان مكان الكاميرا دي من منسوب السفن على ارتفاع قد ايه؟ 2 متر 20 لا يقل عن 2 متر 20 تمام؟ ومطلوب من حضرتك انك تصمم العمود بتاعك، يعني العمود بتاعك الارتفاع بتاعه من تحت لحد فوق خالص اللي هو 7.5 متر زائد 7 متر لحد الطب بتاع البلاطه فوق تمام؟ وفي كاميرا هنا وفي كاميرا هنا وفي السمال تحت، والارتفاع ده زيرو. قلنا الارتفاع هنا المره اللي فاتت 2 متر 20 مينيمم، وده احنا حاسبينها نص متر، والكاميرا دي نص متر. الارتفاع هنا نحسبه ده نص متر، يبقى 7.5 ناقص نص يبقى 7 ناقص 2 متر 20 3.8 في الاخر ده 3.8 خلاص. يبقى الارتفاع ما بين الكاميرتين عباره عن 3.8. مطلوب من حضرتك انك تجيب لي المومنت الاديشنال اللي جاي نتيجه الاكسنتريستي. طيب احنا عندنا المحاور بتاع العمود زي ما احنا قلنا ده اكس وده واي، الاكس والواي. يبقى انت هتجيب المومنت في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. فاول حاجه في اتجاه الاكس اللمدا اكس واللمدا واي. اللمدا اكس بتساوي الكي اكس في الاتش نوت اكس على بعد العمود في اتجاه اكس اللي هو المتر 10. يبقى اللمدا اكس بتساوي المعامل كي في الاتش نوت في ارتفاع الفور للعمود في اتجاه اكس في على بعد العمود في اتجاه اكس، واللمدا واي بتساوي الكي واي في الاتش نوت واي على بعد العمود في اتجاه واي تمام؟ طيب عايزين نجيب الاول ارتفاع العمود في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. الارتفاع اللي هيحصل له بطل في اتجاه اكس 7.5. بص معايا العمود ده بالشكل ده خلاص، العمود ده بالشكل ده ومن فوق مربوط بكاميرا في الاتجاه ده ومربوط بكاميرا في الاتجاه ده وفي النص مربوط بكاميرا. ده المتر 10 وده البوينت فوق وده البعد البوينت فوق، وفي اتجاه واي مربوط بكاميرا في النص هنا. فلو انا هضغط عليه هيحصل له بطل. الكاميرا اللي في النص دي تمنع البعد الصغير يحصل له بطلنج ولا ما تمنعهوش؟ تمنع. يعني انت لو ماسك الكاميرا هنا وبتضغط من فوق ومن تحت، البعد اللي فوق هيحصل له بطلنج لوحدين والبعد اللي تحت هيحصل له بطلنج لوحدين. تمام. طيب في اتجاه اكس الكل لو انت العمود ده عايز يحصل له بطلنج في الاتجاه ده، هل الكاميرا دي تمنعه؟ ده هتروح معاك تمشي معاك. تمام. يبقى اذا في الاتجاه المتر 10 اللي هو بالنسبه لي اتجاه اكس، الارتفاع اللي هيحصل له بطلنج الارتفاع الايه؟ الكل اللي هو الارتفاع ده من اسفل الكاميرا بتاعتك لحد منسوب الاواعي. مره ثانيه انت عندك الكاميرا منسوبه بالشكل ده، بتضغط على العمود من فوق ومن تحت، فالاتجاه الداخلي هل الكاميرا دي مسموح لها انها تتحرك في الاتجاه ده؟ لا مش مسموح لها انها تتحرك، الاكس والفورس بتاعتها قويه جدا، فبالتالي الجزء اللي فوق هيحصل له بطلنج والجزء اللي تحت هيحصل له بطلنج لوحده. تمام. طيب لو انا ضغطت عليه وحب يحصل له بطلنج في الاتجاه ده، هل الكاميرا دي تمنعه؟ الكاميرا اللي في النص دي تمنعه؟ لا هتميل معاه. يبقى في الحاله دي الكاميرا دي يعني ده كده يقدر يحصل فيه بطلنج بالشكل ده والكاميرا تميل معاه في الاتجاه ده، انما في الاتجاه اللي جوه لا، ده لازم يحصل له بطلنج وده لازم يحصل له بطلنج لوحده. نعم. المفروض ان
لا على اكس. العمود ده لو انت حضرت المره اللي فاتت قلنا ان الافضل بتاع علشان الانرشيا انه لازم يكون كده اتجاه متر 10 دي اهي هي في اتجاه اكس بالنسبه لي في العمود ده. خلاص طيب يبقى انت عندك الاتش نوت اكس بتساوي الارتفاع الكلي اللي هو 7.5 ناقص المتر 10. نعم لا لامدا اكس هتقسم على البعد العمودي في اتجاه اكس. هو الباكلنج لو ده اكس البعد اللي رايح مع الباكلنج في اتجاه اكس هو البعد المتر 10 ولا ال 40؟ لا ما دي حاجه ثانيه بقى. سيبك من اللي كان بيعمله مشهور قنين الاوت اوف بلين والان بلين ده هيلخبطك في النهايه. لامدا اكس دي في النهايه زي ما انت هتقول دلوقتي هتجيب لي مومنت واي. انت عايز توصل للنقطه دي. هتديني مومنت واي بس انا هريح. هو المومنت واي ده مش دايما بيبقى جاي من صراع عزم في اتجاه اكس؟ يعني انت لو عندك فورس وعايز تجيب مومنت حوالين هو مش هي مسافه اكس. هو ده اللي انا عايز اوصله ان اللامدا اكس تديني ديسبليسمنت في اتجاه ايه؟ اكس ومنها اجيب مومنت واي. تمام؟ هتلاقي مشهور جرين بيشتغل بطريقه ثانيه يقول لك ان بلين واوت اوف بلين ويقول لك الاكس هو الان بلين والاوت اوف بلين. في النهايه مفيش فرق فيه. خلاص؟ تمام؟ طيب تعالى كده ال H نوت اكس اللي هي 7.5 ناقص متر 10 هي 46. تمام؟ طيب ال H نوت واي اللامدا اكس اللي هي في اتجاه اكس صح؟ لكن هي حوالين الواي. حوالين الواي خلاص؟ ال H نوت واي هو الارتفاع الاكبر من الجزء السفلي والجزء السفلي الجزء الحر تحت الكفر. يبقى ده نص زائد 22 يبقى 72 ده الارتفاع اللي تحت والارتفاع اللي فوق 83 يبقى اخد الاكبر في الاثنين. اخد الاكبر في الاثنين تمام. طيب الكي هو معامل بيعتمد على شكل السبورت تحت والسبورت فوق في الكاميرات فاكرينه ولا لا؟ وكان في جدولين للكي جدول للمباني البريز وجدول للمباني الانبريز. الكلام ده ولا لا؟ الكي بتاعتي الجداول الجدول للمبنى البريست والانبريست. امتى يبقى المبنى بريست وامتى يبقى انبريست؟ على حسب كود الشرور والكود. انت هنا المبنى بتاعك فيه شرور وكود؟ يبقى المبنى ده انبريست بدون مقطع. ليه؟ لانك لما تحسب الارفا بتاعته هتلاقي الارفا اقل من بوينت اقل من بوينت 6. تمام؟ الارفا اكس اللي هي بتساوي اتش بي في الجذر التربيعي للان على سبمشن ال اي اي واي والالفا بتساوي الاتش اللي هو الارتفاع الكلي للمبنى في الجذر التربيعي الان مجموع الاحمال الكليه للمبنى واركي على الاي اللي هو اليمبس فورس بتاع القرصنه سبمشن الاي واي. الاي واي اللي هي الاي واي للشيب وول. الاي واي للشيب وول بتاع المبنى مجموع الاي واي للشيب وول بتاع المبنى. طب المبنى ده فيه شيب وول ولا اعملها بس؟ في اعمده بس الاي واي بتساوي زيرو. طيب ده رقم كبير قوي. خلاص يبقى المبنى ده انبريز. يبقى لو ما فيش شير وول في المبنى بتاعك انبريز. المبنى بتاعك انبريز. الكي اكس والكي واي تعالى بص معايا كده على الارتفاع بتاعك. العمود ده من تحت ايه؟ هنش. الهنش التكيس كام عندك؟ كان يعني عندك ثلاث حالات كيس 1 كيس 2 كيس 3 وكيس 4. كيس 4 اللي هو ان العمود يبقى فري كانتليفر من فوق. تمام؟ كيس 1 كيس 3 اللي هي الهنش الهنش الصريحه زي اللي احنا رسمناها دي يبقى دي كيس 3. تمام؟ وكيس 1 وكيس 2 كيس 1 اللي هي الفيكس لما تبقى التي بيم اكبر من التي كولر عمق الكاميرا اكبر من عمق العمود اكبر من بعد العمود في اتجاه الدراسه. وكيس 2 لما تبقى التي بيم اقل من التي كولر. بعد العمود في اتجاه الدراسه اقل من الكاميرا اللي ماسكها. بص معايا كده انا في اتجاه اكس العمود بعده في اتجاه اكس كام؟ متر 10. طب الكاميرا اللي ماسكاها عمقها قد ايه؟ مش اللي منع الباكلنج في الاتجاه ده اللي هو الفريم نفسه؟ يبقى الكاميرا اللي ماسكاها عمقها قد ايه؟ يبقى تي بي بعد العمود في اتجاه الدراسه. طيب الكاميرا هنا عمقها انا في اتجاه اكس الباكلنج بيحصل اسفل الفريم
يبقى اللي ماسك العمود ومانع الضغط اللي في اتجاه اكس اللي هي الايه؟ الفريم. الكاميرا دي عمقها متر 10، عمق العمود كام؟ متر 10. تمام؟ يبقى في الحاله دي بعد العمود بتاعك متر 10. ده في حاجه هنا، ده المفروض مش متر 10. ده في الفيكس ده هيبقى متر 10. انما هنا هيبقى تي افريج. تي افريج اللي هي ايه بقى؟ هنا طالما العمود ده مايل، تي افريج اللي هي بعد العمود عند 2 على 3 اتش. بعد العمود على ارتفاع 2 على 3 اتش. طبعا لو فيكسد فهو العمود جزء واحد من فوق لتحت فهتبقى صح القانون ده. انما النقطه اللي هيحصل فيها اكبر باكلينج هي هتبقى على ارتفاع 2 على 3 اتش. فيبقى انا عايز بعد العمود على ارتفاع 2 على 3 اتش دي افريج. اللي هي بتساوي لو انت اخدت المسلم ده كده، ده اللي هو البعد الصغير نص في قلم اللي هي نص. لو انا اخدت ده شبه منحرف سنتر مستطيل ومسلم، مش البعد ده تحت نص في متر 10 اللي هي نص في قلم زائد 2 على 3 في متر 10 ناقص نص المتر 10. الارتفاع هنا ده الجزء الصغير ده كده بيساوي 2 على 3 من الارتفاع ده. والارتفاع ده بيساوي الارتفاع الكلي ناقص الحته الصغيره دي اللي هي متر 10 ناقص ايه؟ ناقص بوينت 5 5. حد يحسب لي ده كده؟ تطلع بوينت 8 6. بوينت 8 6. بوينت 8 6. يبقى البعد اللي انا هحطه هنا ده تي افريج بوينت 8 6. خلاص؟ ناس معايا؟ كيس 1 وكيس 3 هتخش على الجدول بتاعك تجيب قيمه التي بتاعتك بواحد ونص. طيب العمود ده 3.8 من 10 اللي واخد الجزء الاكبر من العمود. خليك معايا. واخد الجزء الاكبر من العمود. العمود ده من تحت كيس كام؟ الناس تقول لي بقى كده من تحت كيس كام؟ 40 قرنها بال بعد العمود في اتجاه الواير 40 سم. يبقى كيس 1. وبعد الكاميرا في بعد الكاميرا اللي منع الباكلينج بتاعك كام؟ ب 50. يبقى التي بيم اللي هي بعد الكاميرا اكبر من بعد العمود. كيس 1. يبقى كيس 1 ولا كيس 2؟ كيس 1. كيس 1. وبرضه فوق هيبقى كيس 1. تطلع معاك الكي لو جبتها من كام ولا عندك؟ كيس 1 كيس 1. تطلع معاك الكي ب 1.8. اللامدا اكس بتساوي اللامدا اكس بتساوي التي بتاعته بواحد ونص في 46 على كام؟ افرج اللي هو بوينت 8 على بوينت 8 6. واللامدا واي بتساوي 1 2 في 3.8 من 10 على بوينت 4 كام؟ الاولانيه هتطلع 11 الثانية السام 11 وكام؟ دي 11 لندا واي بتطلع 11 و4 من 10 لندا واي 11 و4 من 10؟ اه. طالما المبنى ده انبريست، المبنى ده انبريست والعمود بتاعك ريكتانجلر عمود مستطيل، يبقى لازم تقارنه بال 23. لو لندا اقل من 23 فهو سيف، لو لندا اكبر من 23 فهو انسيف. اه يعني لو لندا واحده من الاثنين دول اكبر من 23 يبقى العمود اللي انت عامله ده انسيف. يعني تخيل لو انت مش خاطط الكاميرا دي اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت. المره اللي فاتت انا قلت لك ان الكاميرا دي مهمتها تشيل الحيطه انها تشيل الحيطه. لا لا المهمه الاساسيه بتاعتها بقى انها تقلل الارتفاع بتاع العمود. اه لو انت مش خاطط الكاميرا دي فيبقى الارتفاع الحر بتاع العمود 7. لما تضرب 1.2 من 10 في 7 على بوينت 4 هتلاقي دي رقم كبير قوي. يطلع عن سي. يبقى مهمة الكاميرا دي تكون بين المرة الثانية هي تقليل البطلنج بتاع العمود. خلاص؟ يبقى كان العمود بتاعك لو انت مش حاطط الكاميرا دي ممكن يطلع عن سي. خلاص؟ طيب. انت طلعت العمود بتاعك الاثنين اقل من 23 ده معناه ان العمود بتاعك سي. بس هل هو شورت ولا لا؟ لسه اقارنه برقم ثاني. تعرف ازاي هو شورت ولا لا؟ اقارنه برقم ثاني. اقارنه برقم ثاني. 15.
العمود اللي اقل من 10 يبقى شورت، واللي اكبر من 10 يبقى لونج. الاعمده دائريه، الاعمده مستطيله كنت بتقارن 10 و23، الاعمده الدائريه كنت بتقارن 8 و18 في المباني الالجوريزم. تمام، يبقى ده اقل اكبر من 10 وده اكبر من 10، يبقى العمود بتاعك ايه كده؟ لونج الاتجاهين احسن يا باشا. الموقف ده قد ايش؟ هي كانت 15 ولا 10؟ 10. العمود بتاعك هيطلع شورت ليه؟ المبنى البريست، مبنى البريست معلش بس دي امبريست دي له اصابه شوية العكس يا باشمهندس. لا 15 و30 خلاص. فهنا العمود بتاعك شورت، فهتقدر تجيب لي الايه؟ الاما اديشنال هيساوي صفر طالما العمود شورت. الام الاكس يدي لك اما اديشنال واي، والواي يدي لك اما اديشنال اكس. يبقى هنا مفيش مومنت جاي من الضغط. تمام، اذا انت هتصمم القطاع بتاعك، هتصمم القطاع بتاعك على المومنت اللي جاي من الاحمال فقط. نعم. ايه القطاع بتاعك؟ اللمده اقل من 15. بص انت عندك ثلاث حدود للامبريز، 15 و30. لو العمود اللمده بتاعك اقل من 15 يبقى العمود ده شورت، مش هيحصل له باكلنج اساسي، يبقى مفيش مومنت جاي من ناحيه الباك. لو من 15 ل30 يبقى العمود ده لون، هيبقى فيه باك، هتجيب الدلتا وهتجيب النون، هقول عليها مره ثانيه. تمام، لو العمود بتاعك اكبر من 30 فهو انسيب، لو اللمبه بتاعتك اكبر من 30 فهو انسيب. خلاص، طيب يبقى انت هتصمم على قيمه الايه؟ المومنت بتاعك. برضه هتصمم هتلاقي ان ده هيحصل له للدلتا، ما هي ده حول ده، هتلاقي ان البي اوتوبيت هتبقى اقل من بوينت وفور هيحصل للدلتا، وهتصمم بنفس الطريقه الار والاوميجا دبل، وهتجيب الاريا ستيل بتاعتك هتلاقيها برضه اريا ستيل 7 22، اريا ستيل داش و 10 25. بس خد بالك الاريا ستيل هنا فين؟ بره. الاريا ستيل بره من ناحيه المومنت، والاريا ستيل داش فين؟ يبقى القطاع ده نفس القطاع الاولاني، مش فارق ما بين الاثنين. القطاع ده في النهايه هيوصل نفس القطاع الاولاني، مفيش اي فرق ما بين الاثنين، 10 25 و7 22. المره الجايه نشوف القطاع ده ونفس التفصيل.